سؤال عن الذبحة الصدرية ومين السن اللي هو معرض ليها. زي ما بنقول في حاجة اسمها ناتشرال هيستوري او التاريخ المرضي بتاع اي مرض معين، ان تصلب الشرايين ده كان زمان معروف ان هو حاجة زي ما واحد شعره بيبيض او جلده بيتغير مع السن، تحصل عند سن مثلا 60 سنة كان بيحصل الشرايين التاجية، وكان في اسباب اخرى هي ممكن تخلي المرضى او الانسان ممكن يتوفى او يحصل له مشاكل قبل كده ما كانش من ضمنها الشرايين التاجيه، كان من ضمنها مثلا التلوث، امراض او الجفاف في العيال الصغيرين. لكن في اخر ربع قرن في مصر حصل تغير في الخريطه الصحيه، بحيث ان هو بقى الشرايين التاجيه بتصيب ناس اصغر، وزي احنا كنا عملنا دراسه في معهد القلب طلعت ان هو تحت 45 سنه 15% من الناس عندهم او بيجي لهم نوبه قلبيه تحت 45 سنه، رغم ان هي دي 1 أو 2% في الناس الكبار. وبالتالي اذا كان حد عنده 30 سنه بس بيشرب سجاير ومثلا الضغط عنده عالي، على فكره الضغط عالي ده حتى في الشباب برضه نسبته عاليه دلوقتي، والسكر عنده بوردر لاين او مرتفع شويه، وان هو وزنه زياده بالتاكيد ممكن يجيله الشرايين التاجيه. وبالتالي كان زمان بس نقول الناس الكبار في السن، مع الوقت بقى حصل زي خشونه في الشرايين وفي الصمامات، لا دلوقتي من سن صغير بيجيله كده. في كمان حاجه اخطر، ان حتى تحت 30 سنه الشباب اللي بيشربوا انواع معينه من المخدرات احيانا تعمل زي تقلص في الشرايين، فلما يجي حد صغير في السن ممكن نفكر ان هو يعني هو استخدم هذه للاسف المخدرات او كده، فتعمل تقلص في الشرايين. لكن هو طبعا احنا شبابنا هو اهم ثروه بالنسبه لنا ولازم نحافظ عليها.